مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية الفريدة التي قلما نسمع بها في وقتنا الحالي، وهو اسم ديني مضاف باسم من أسماء الله الحسنى والذي يحمل معاني رفيعة وقيمة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد المعز. عبد المعز اسم علم مذكر من أصل عربي بالإضافة عبد، وهو المخلوق المطيع والخاضع لله عز وجل، الملتزم بشرائعه والمؤدي لفرائضه. والمعز هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الله الذي يهب العزة لمن يشاء، يعز الأنبياء بالعصمة والنصر، ويعز الأولياء بالوجاهة والحفظ، ويعز المطيع ولو كان فقيرا، العزيز ذي القوة الذي لا يغلب. ومعز في حق العبد هو المعاضد والمناصر، المكرم والموهب، والمتعامل بمودة وحب ووقار. صفات حامل هذا الاسم: إنسان ذكي جدا وعميق التفكير وذو بصيرة نافذة، محب للمجد ويجد نفسه مدفوعا لأعمال يذكرها الناس له، مزاجي التفكير لكنه متحرك ولديه طاقة كبيرة، يحب مساعدة من يحتاجه ولا يخذلهم ويبذل كل جهده في نصرتهم، رفيع في ذوقه ومتميز بأناقته وتألقه، متمسك بمواقفه بدرجة متشددة في أغلب الأحيان. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد المعز؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.